تواصلا مع التظاهرة الثقافية والورشات التي قمنا بها في الحمامات مدرسة الحمامات ومدرسة نابل البارحة، موجودون اليوم وسعيدون نحن بتواجد بمدرسة لبتين لإحياء التظاهرة الثقافية والترفيهية بين أبناء المدرسة المثالية وأبناء مدرسة لبتين، لنقوم ببعض الورشات مع الأستاذ الفنان الكبير السيد رؤوف الكراي الفنان التشكيلي وحرمه الأخت امتنان كراي حكواتية ستلقي بعض الحكايات باللغة العربية والفرنسية، والأخت مريان كاتساراس وهي فوتوغراف مشهورة معروفة في تونس وفي الخارج ستقوم بتنشيط ورشة تصوير فوتوغرافي. إن شاء الله يتعدى جو حميمي وجو ما نتملء التكامل والتآزر بين أبناء المدينة دار شعبان الفاري ونابل وأبناء البتين. نحن فخورون جدا بحضورنا اليوم، إن شاء الله الشراكة هذه تتواصل دائما وأبدا بين المدارس العمومية والمدارس الخاصة وخاصة مدارس المدينة ومدارس الريفية. نرسم في المدينة، عجبني الرسم والجو، عجبني على الاخر، ان شاء الله يتعاود ديما كما هكا. عسلام اخويا لاباس. اش قاعد تعمل؟ نرسم في ببغاء، عجبني الفيتمو برشا خاطر شي فيها رسم وفرشة وبرشا جو. اش قاعد تعمل انت؟ قاعد نرسم. ترسم؟ نرسم في اشجار وسماء ودار. تحب الرسم؟ ايه نحب الرسم، نحب نولي رسام، عجبني الجو اللي عملناه في المدرسة وإن شاء الله ديما يتعاود. التظاهرة هذه تضيف برشا للأطفال من ناحية المعرفة، من ناحية الترفيه، من ناحية يختلط بالمدارس أخرى من المدينة، وورشات عديدة اليوم كما شفناها حسب ورشات الرسم والمسرح والحكواتي، معناتها حاجة باهية للصغير، إضافة جيدة معناتها في الفترة هذه خاصة قبل الامتحانات، معناتها تكون دفع للصغير باش يزيد يقدم ويحسن النتائج نتاعه، ويكون دفع ليه باش يكون يحب مدرسته أكثر ويتعلق بها أكثر، ويكون عنده علاقة بالأطفال خاصة الجايين من مدرسة أخرى، وهكا يصير التعارف في بيناتهم. ونشكر الزملاء اللي جاوا اليوم الكلهم حتى في نهار عطلتهم جاوا باش يعاونونا وباش يساهموا معنا
في هذا النشاط الثقافي اليوم اللي صار في مدرستنا. بالنسبة للمدرسة لبتينا المؤسسة المثالية هذه في سيدة سيغلاب معناتها كانت تساندنا من البداية من أول عام مش من توا تساندنا في الأوراق طباعة في الحبر في برشا حاجات نستحقوا لها في الرحلات تخص لنا حفلات في التظاهرة الثقافية كيما هكا تجي تهز الصغار اللي حاضروا في مهرجان يابوليس تاع الثقافة وفرت لهم الحافلات على ذمتهم جيت لهوني زاد عملت لنا أنشطة الكل خاصة بالنشاط الثقافي في مدرستنا الكل معناتها مساهمة كبيرة وفعالة كمش مدرسة مثالية المؤسسة المثالية في سيدة سيغلاب ما كناش نجم نعمل النشاط هذا يتكلف النشاط ومدرسة غير قادرة باش تعمل وحدها كما قبل نهاية السنة الدراسية إن شاء الله يوعدونا باش فما إمكانية باش يرجعونا وفما زادة فما عندهم مسرح صغير عندهم غادي في السينما كل شيء باش يجي وخاص لهم حافلات باش يهز الصغار يخرجهم من الوضع من المنطقة نتاعهم الريفية باش يهزهم للمدينة باش يشاهدوا المسرحيات الموفرة لهم غاديك المدرسة المثالية. أنا سعيدة جدا بالتجربة هذه مع مدرسة إيديال خدمنا في حمامات خدمنا في نابل واليوم جينا للمدرسة الريفية بتين دونك فريمون جو رائع ياسر كل سوا في نابل ولا في حمامات ولا هنا كيف كيف مشدودين للحكاية يحبوا يسمعوا فريمون أنا معجبة برشا ومبهرة بهالتجربة هذه وبالإطار اللي نظم الكل بالحق فرصة كانت بالنسبة لي أنا رائعة. اليوم فرحانين ياسر بتواجدنا في المدرسة الريفية لبتين في نطاق مشروع شراكة ما بين المدرسة المدينة والمدرسة الريفية مشروع بعثناه هي كيلكو زاني اقترحته لزيكول إيديال على المندوبية وهو كل مدرسة المدينة تباريني الباغين اون ايكول رورال dans son périmètre. Le مشروع هذا توا عنده 4-5 سنين نحاولوا اون سوتيان باللي نقدروا عليه الكل كمدرسه كاولياء كاطار عامل المدارس باش نعطيو نفس الحظوظ لصغيراتنا في ربوع الجمهوريه الكل لان مش نقول ما نقولش اللي الحظوظ هي قد هذا ما نطمحوا ليه ونرجو انه نستقطبوا انتباه اكثر من الأولياء من السلطات اللي نجم يحط حتى حجيرة صغيرة في البرنامج هذايا مع بعضنا وليداتنا كلهم كلنا توانسة وكلهم صغيراتنا المشروع هذايا اليوم الشراكة مش تكون في نطاق ثقافي ما نحبوهش تكون في إطار تاع هنا عطينا وهنا المعطى ماهوش محسوس ماهوش مادي ولكن هوني اليوم شراكة ثقافية في المشروع هذايا ما حبيناش نكونوا نخليوه مسكر على المدرسة المثالية حبيناه المدرسة المثالية ديما تكون عندها إشعاع على محيطها وعلى الصغيرات في المجالات الكل دونك اليوم نتقاسموا هالتجربة هذه التجربة الحلوة متاع الفن والرسم والكونت والإبداع والخروج من المقاييس الصغيرة متاع المدرسة نقرأ ونروح حبينا نتقاسموا المشروع هذايا مع صغيراتنا في مدرسة لبتين فرحانين ياسر بتواجدنا معهم نوجه تحية شكر خاصة وعميقة لكل الليكيب اللي خدمت باش تحقق النهار هذايا ماهوش ساهل من تحضيرات وان شاء الله هذايا ما هي الا البداية لتشاركات اخرى من الانواع الكل ان شاء الله تونس ديما نحو الافضل وتعليمنا ان شاء الله ديما بخير وفننا وليدونتيتي نتاعنا الهوية نتاعنا ان شاء الله ديما قائمة الذات.